شو اهلا بكم في جوشو. لو انت بتتفرج علينا وما لحقتش مع الناس حفلات الساحل او موسم الرياض وجده, فعايز اقولك ان انت محظوظ جدا عشان الفقره دي معموله ليك. عارفين ان الحفلات بقت غاليه قوي, عشان كده قررنا يعني ان احنا ننظم حفله في الفقره ديت وما تكونش مكلفه للمشاهد يستمتع بيها وهو في بيته. معانا يعني مجموعه من مشاهير الفن بمختلف انواعه, والمفاجاه الكبيره بقى ان احنا فتحنا التذاكر مخصوص للجماهير عشان تحضر حفله النهارده في الاستوديو, وفعلا الاستوديو اتملى والتذاكر كلها اتباعت. صدقوني يا جماعه مش هتندموا بجد, هتنعموا بامسيه فنيه ما تتخيلوهاش. حكايه ابن البلد, ابن محافظه السويس اللي بدا حياته بالشعر اللي هو بيعشقه وتطور وابتدى يظهر عنده موهبه اخرى وهي موهبه تصميم الازياء. برحب بيك استاذه حماده عبد الحميد. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ حماده, تحب تقدم الاول شعر ايه لجمهورنا الحبيب ومشاهدينك؟ كانت حاجه هنا جميله جدا, ويعني قعدت اكتر من ثلاث سنين اكتبها. انا الزمان قال لي الزمان مصر كل الحنان, وانا قلت للزمان كفايه حنان. قال لي الزمان مصر منوره كل الاديان, هحارب عشانك يا مصر, وانا ناوي ارجع لك بالنصر, ده محبتك عندي بألف قصر. الله عليك. بالنسبه لتصميم الازياء زي الشعر كده ولا بتصمم بجد؟ اصل لو الاتنين زي بعض يبقى مفيش امل. ايه ده يا مذيعه, هو انت خلصت الشعر خلاص فبتسالي عن تصميم الازياء؟ ولسه هتخلص وتسألوا عن تشطيب الشقق اللي بيعملها وشغله كمهندس مساحه, ايه الاخبار؟ ايه يا جماعه, انا مش جايب لكم فنان شامل, انا جايب لكم فنان بشاميل. قعدت اكتر من ثلاث سنين اكتبها. ايوه, كل يوم حضرتك كنت بفصل حرف. اول بيت صممته خد مني سنه ونص, اتاخرت فيه عشان حطيت غرزه غلط, فكيت الشعر وعدته من الاول. بس يا ترى انهي الحته اللي خدت منك ثلاث سنين, انا الزمان ولا قال لي الزمان, ولا عشان انت الزمان فواخد راحتك في الوقت؟ وانا قلت للزمان كفايه حنان. هو شكل ده اللي طول الدنيا يا جدعان, هو يقول لي الزمان كفايه حنان والزمان مفيش فايده, قافش ان مصر منوره كل الاديان. معرفش ايه وجه الخلاف هنا, بس ظاهر ان كان في مشاده ما بينهم واستمرت ثلاث سنين لحد ما اتفقوا. لا غالبا استاذ احمد بيعمل الشعر كهوايه على جنب كده, وباين قوي ان هو راجل مستكفي. ده بيقول لي الزمان كفايه حنان. ليه كفايه حنان يا عم؟ ما تسيب يا عم الحنان, حد لاقي حنان؟ ده مستكفي لدرجه ان حتى الحنان مش عايزه. ده الراجل من كتر ما بيعمل كل حاجة جايب الشعر بالتقييم بتاعه عشان ما يتعبش جمهوره. كانت الحاجة هنا جميلة جدا. لا وحشة القصيدة قوي يا أستاذ أحمد بصراحة, ده أنا كنت هشق هدومي من كتر الوحاشة. ولا تكونش دي الخطة من الأول, تقول قصايد وحشة فالناس تشق هدومها فتجيلك تخيطانا بما إنك مصمم أزياء. يا ابن ليه يا أستاذ أحمد؟ ملعوبة يا أستاذ لو سمحت الله يخليك, أنا عايز فلوس تذكرتي بال 100 جنيه دي, كنت جبت بيها باكل بنقة في يدلي يا أخي. لا بقول لك إيه, مش هسمح لك, أنت بتهرج ولا إيه؟ ده أنا عامل لك عرض مخصوص ب 100 جنيه هتحضر حفلة شعر وتصميم أزياء, عايز إيه تاني؟ يا جماعة مش عاجبكم الشعر ولا إيه؟ طيب خلاص مش مشكلة, أذواق. اتفضل استريح يا أستاذ, اتفضل استريح يا أستاذ, هوريكم اللي أحسن منه, ما تتكسفوش, المواهب كتير ما بتخلص. الموهبة الجاية ديت والله ما عزها عليكم, المفروض اخد منكم 50 جنيه فرق تذكره, بس خدوها هديه مني ليكم, اهم حاجه عندي ان انتوا تستمتعوا بالفن. اسم القصيده انا الشاعر وانا الفران. اكتشاف حاجه الناس قدام عينيك بان وعلى وشك لمع, وسبت كارل فران يبقى جيت تقول شعر وصوتك سمع. انا الفران وانا الشاعر, وانا الشاعر وانا الفران, يا درحم اللي جابوه والبس توبك وتوب ابوه, يا ده انت كنت قدام السير بتخبز عيش بقلبك وبايدك وصوتك في الفرن كان بيلعلع. يا واحده بس بعد اذن الاعداد واداره القناه. عايش انا حاساك وانت بتقول الشعر انه من اعماق قلبك من الصميم. ربنا يحفظك. وحقيقه انا عايش فيها, انا فران بالظبط, ما انا حاساه من جوه. والموهبه دي ما اكتشفتهاش الا وانا بخبز. ساعات كده كانت بتقع في ايدي عجينه كويسه يطلع منها شعر كنت اديها حضرتك. انا بعبي الشعر في شكاير. الا وانا بغبس. لا باين طبعا ان انت اكتشفتها وانت بتغبس, القصيده طالعه طازه ومحوحه. لا ثانيه واحده بقى, بعد اذن الاعداد. بعد اذن الاعداد واداره القناه. هي صحيح حروقت منك شويه على اطراف القافيه بس تمام, وعلى وشك لمع. حتى انا اكيد يقصد وش الرغيف صح؟ هي القصيده حلوه بس كنت محتاج تتعلم من خبراء الشعر اللي قبلك وتسيب القصيده كده تخمر ثلاث سنين.
انت صراحه لما طولت قوي فيها هبطت منك. انا بس لفت نظري اكتر رياكشن المذيعه اللي هو بعد اذن الاعداد واداره القناه وتقوم سقفه. ما هو ده رياكشن عادي حضرتك يا استاذه، مش محتاجه تستاذني. انا افتكرتك هتقولي بعد اذن الاعداد واداره القناه انا عايزه بخمسة جنيه فينو. بترجعنا فلوس يا ابوي فيه يا عم اهدى، انا المقدم مش المنتج. انت المقدم وانت المنتج. تصدق الهمتني قصيده اسمها انا المقدم وانا المنتج. الله يا فنان بعد اذن الاعداد والقناه لنفسي. بقول لك ايه بقى ما تجننيش، انا بديك اخر فرصه. اخر فرصه؟ طب بص بجد بقى المره دي انا جايب لكم واحد من الوسط الفني بجد، مش مجرد هاوي او هزار. استاذ احمد مونجينو فنان شامل. انا اعرف يا استاذ احمد انك برضو شاعر، ممكن تسمعنا حاجه؟ اه تحت امرك طبعا. اتفضل. انا كاتب كذا حاجه كده، هقول لك على حاجه برضو ايه مفيده للشباب شويه. نفسي امثل، نفسي امثل، نفسي اغني ارقص اطبل، نفسي اكون فنان مشهور والكل نفسه عليا يسلم، وبعد المشهد كله يهلل. عبقري احسنت يا استاذ، بصراحه مالكش حل. مش هنام وافضل مكسل، مش هقعد واطلب معسل، وافضل على الفيسبوك انزل وابعت اد للناس وارزل. كل الموضوع باختصار نفسي امثل. ده نوع من انواع الفولكلور الحديث اللي هو نداء الى كل الشباب عدم التدخين. عدم التدخين؟ ايه علاقه ده بشعر الاستاذ؟ اه قصدك يعني الاثنين مضرين بالصحه. طب حضرتك قلت القصيده على بعضها ولا الابيات فرط؟ لسه ان شاء الله في معرض الكتاب هتلاقي الديوان بتاعي نازل في دفتر بفره. بجد شابون المحتوى الهادف بعد اذن الاعداد واداره القناه. بجد هقول لك على حاجه برضو ايه مفيده للشباب شويه. مفيده للشباب قوي ان هو يعرف انك نفسك تمثل. طب يا ريت بقى ما توقفش خبراتك عند هنا واعمل قصيده للشباب، قول لهم نفسك في ايه تاني غير التمثيل. نجيب لك كنافه بالمانجا؟ نفسي اغني ارقص اطبل. هو ليه ما حدش عايز يركز في شغلانه واحده؟ انا لو قلت نفسي عد منتج اقدم، نفسي اخرج اصور امثل، هلاقي نفسي لوحدي في اللوكيشن. بس بقول لك ايه، انا ملاحظ ان فيك شبه من استاذ حماده الاولاني في حاجه. اه الدقن. ايوه يا دي دقن الشعراء ولا ايه؟ واضح ان الدقن دي يا جماعه ملعونه تقريبا، لما بتجمع الشعر كله في حته واحده بيسحب جامد من خلايا المخ. عايزين فلوس تعالى. لا يا جماعه بتهزروا بقى، بتهزروا بجد؟ ده انا جايب لكم واحد بيغني ويرقص ويطبل، ده عمرو دياب ما بيعملهاش. طب اقول لكم ايه؟ تزودوا 50 جنيه على التذكره واخليكم يلعب من التنوره؟ لا لا انت ضحكت علينا يا عم، مفيش حفلات عدله. لا بقول لك ايه، والله عندي حته حفله، بص لو ما عجبتكوش هديكم فلوسكم، حلو؟ ادوني فرصه بس، اقعد يا استاذ الله يخليك ما تعملش مشاكل. بص ادينا بس الفرصة دي عشان الموهبة اللي جاية ديت بجد موهبة عظيمة. ثانية بس عشان ايه؟ عايز احضر الموهبة صح. انفراد مع رائد مدرسة الجن. مدرسة الجن في الشعر، كلنا ديوان كده على طول من هذا النوع من الشعر. أعزف حرفي ماردا غاب عن فيك. بحب هند وبع ليلى وخنكيكي. معا يفتح الشطرين. نعم. في رقصة الكيكي. نعم. ما نار ثلجك إلا رقصة الكيكي. وما لكم سوى دمعتين فادفنوا بيضة الديك. نعم. تجرع الشوكة في شهد الجرع كيكي. رائع يا دكتور، رائع بجد. هايل هايل يا دكتور بجد. هو قال يا دكتور ولا قال يا توكتوك؟ اصل الكلام ده ما بتشافش غير على ظهر التكاتك. رائع يا دكتور، رائع يا توكتوك، رائع بجد. انت ما بتعرفش انا بعشق الجرعكيكي قد ايه، مخلص كل فلوسي على الجرعكيكي، بس ما اعرفش هو ايه. وبع ليلى. بص دخلت محمود درويش وقام هوب واخون كيكي قلب حمو بكيكي. هو بصوا ما حسيتوش ان هو رائد مدرسه الجن قوي، انا حسيت ان الجن هو اللي رائد عليه. بس رائع يا دكتور، رائع. ايه بقى مدرسة الجن دي؟ رقصة الكيكي. متأكد ان دي مدرسة الجن مش مدرسة عادل شكل؟ والهيكي والميكي. يا ساتر يا رب. يعني يوم ما يطلع لنا شاعر ما بيشتغلش حاجة تانية، يطلع شغال جن بارت تايم؟ أصل دي مش لغة جن، دي لغة واحد شغال في ال سي وكيكي. بيضة الديكي. بيضة الديكي؟ هي وصلت لبيضة الديكي؟ هو الديك بيبيض أصلاً؟ اه لا ده شغل جن فعلا بقى. لا بقول لك ايه، شعر ده ولا عمل ولا ايه يا ابني بالظبط؟
وبعدين انا عندي سؤال للمذيعه، انت عارفه ان الديوان ده مجموع شعر الشاعر صح؟ قول لنا ديوان كده على طول، قول لنا كده ديوانين على السريع، قولهم لها في 3 دقايق. يعني شفت ناس بتسخن ببيتين شعر بتسمع قصيده، انما المذيعه شايله الموهبه فعايزه تسمع ديوان على طول. كويس ما سالتوش، انت كتبت كام ديوان في حياتك؟ هي دي الحفله اللي انت وعدتنا بيها ولا فلوس الحفله يا؟ استنى بس، شفت بتاع مدرسه الشيطان ده بقى حاجه ثانيه. اه ده انت نصاب رسمي بقى بينا رجاله. استنى بس انا فهمكم بجد. استنى اسمع بس، اسمع يا عم بس رجاله انتظرونا. اسمع استنونا، انت كمان بتتكلم؟ انت كمان استنى بس يا عم. اهلا بكم في جوشو. زمان كانت الصحافه المصريه عباره عن ان الراجل هو راجع من الشغل يعدي على كشك الجرايد ياخد لفه كده في الجرايد، قال يعني بينقي الخبر المناسب، كلهم نفس الخبر اساسا، بس هو بينقي اللي وراه اكتر عشان يفرشها وقت الاكل. وكانت الجرايد زمان هي المصدر الاساسي للاخبار قبل الراديو والتلفزيون، بس دايما كده كان في اخر الجورنال كام صفحه محدش بيهوب ناحيتهم، لا مش الكلمات المتقاطعه ولا صفحه الوفيات، صفحه مريبه كده بتلاقي فيها اخبار من نوعيه عزه عاد وبشر عمله، لا مبروك لمصر يا جدعان ده احنا نحتفل باليوم ده وناخده اجازه بقى. انا بس عايز اتخيل الصحفي اللي كتب الخبر ده اللي هو تقريبا كان بيكتب مثلا ايه، هذا وقد قام السيد الرئيس محمد حسني مبارك. ايه ده يا عزت انت رجعت؟ لا يا ركن انت رئيس دلوقتي. وبعدين تقول جايز الخبر ده جيب الغلط، تبص تحتيه تلاقي ابو شكيره عاد من اجازه الصيف. لا واضح ان الاجازات زمان كانت حدث، اصل الحاجه الوحيده اللي فيها مصداقيه في خبر العوده من الشغل هي ملامحهم، فعلا دي صور ناس راجعه الشغل من اجازه. المهم الحمد لله دلوقتي الجرايد اتطورت والصحف بقت الكترونيه ومدعومه بفيديوهات وشغلوا فيها ناس غير اللي بتكتب اخبار من نوعيه عزه بشر عملوا دي. الحمد لله مش اي حدث بقى ينزلوه ويغطوه، بقوا بيركزوا على الاخبار اللي تهم المواطن وما عادش فيه العباسيه بتاعه زمان دي خالص. مساء الخير متابع الوطن في كل مكان، ما زلنا نتجول داخل السوق الحمير. ده الاول التعبان اللي بيسالني التمساح فين، فالتمسيح على الكنبه هنا قاعده اهي. لبن الابل لو سمحت. نتعرف بيك صاحب الحمار. يعني التماسيح صحابه ال ال يا نهار ابيض. تمام كده عينه شغالي. ايوه لو سمحت بقى حضرتك واحنا بنتكلم كده اتفضل. لو خيروك من تركب ده ولا تركب من هو؟ اركب ده. طب ليه مش ده عالفل وخل؟ ده وش حلو. ودان حلوه. حلوه. اتفضل كمل الحلب عادي. لا اتفضل خد راحتك. لا انا قاعد نكمل معاكم حلب الاخبار كامله الدسم دي. هما تقريبا صحفيين جريده الوطن كانوا شغالين في السيرك وبعدين ضلوا طريقهم للصحافه. ايه كميه العبث دي؟ اللي بيسالني التمساح فين؟ التمسيح على الكنبه هنا قاعده اهي. اصل هتكون فين يعني؟ انا بس عايز اعرف يعني مين اللي كان بيسال التمسيح فين؟ وكان ده سؤال طبيعي. اللي هو في اي بيت مصري بتلاقي فيه نيش وعلى الكنبه تمسيح. حتى لما بيجوا له زياره يسلم عليه يقول له ايه مان عامل ايه؟ امال يا اخي فين التمسيح الصغيره عايزين نسلم عليهم؟ وعجبني رد الراجل التلقائي اللي هو التمسيح قاعد على الكنبه؟ اصلا تكون قاعده فين يعني؟ ما كلنا عارفين ان التماسيح عادتها المفضله على الكنبه. وبعدين التمساح يا عيني يعني صعبت عليه نفسه قوي فابتدى يعض بقى. تماسيح صحابه. ما صحش بقى يا جماعه ده انا تمساح برضه وليه قيمه وسط الحيوانات. كويس والله يا تي ريكس انك انقرضت قبل ما تشوف العبط ده، كان زمانك قاعد على السفره بتاكل بليله. طب التمساح على الكنبه وهنقول انه حدث مريب ممكن تغطيه، انما رايح تعمل لقاء ليه مع صاحب حمار؟ نتعرف بيك؟ صاحب الحمار. حضرتك صاحب الحمار ولا ساحب الحمار؟ صاحب الحمار دي حاجه كده زي صاحب السمو وصاحب الجلاله. طب افرض الحمار ده في يوم من الايام ضاع منك، انت ايه بقى يعني تضيع في الكون ده مفيش هويه خالص؟ انا متخيل الصحفي ده كان قاعد في مكتبه دخل عليه واحد بيكسر باب قال له الحق بسرعه ليه انا صاحب حمار في البلد. ايه صاحب حمار؟ الكاميرا يا ابني والترايب وضربتين برسيم ورايا بسرعه. احكي لي يا حاج ايه هي امكانيات الحمار ده؟ تمام كده عينه شغالي. ايوه حتى الحاج ابتدى هو يعني يعمل انبوكسنج للفيديو وبيجرب الاوبشنز بتاعه اللي هو لو حطيت ايدك قدام عينه هتلاقي عينه بترمش، ولو شدته من ايديله هيبتدي يرفص، ولو شغلت له اغنيه بحبك يا حمار هيبتدي يرقص. لا كل ده عينه والحمار نفسه واقف مش فاهم حاجه، وده بيفسر اللقطه دي. عندك حق يا حمار والله، ده الحمير مش متقبله صحافه الوطن، عايزين احنا نتقبلها ازاي؟ بس جايز الحاجات اللي فاتت ديت يعني مش مثيره، انما الخبر بجد اللي مثير هو ده. مساء الخير متابعي الوطن. واو حيوان بيتحلب وبينزل لبن؟ انا كنت فاكر كل ده ان اللبن ده بينمو في السوبر ماركت، ده انا لسه كمان مكتشف ان البيض بيجي من الفرخه، كنت فاكر شركه كندر هي اللي بتعمله. طول عمري اسمع عن صحافه الرياضه صحافه الحوادث، انما صحافه الزرايب؟
يعني انا كنت متخيل كده لما ادخل على الصحافه ادخل الاقي اخبار رايقه مش اخبار رايبه. لا وايه الصحافه المصريه ما وقفتش عند عالم الحيوان واكتفت بالغريب اللي فيه، لا 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 اقتحمت كمان عالم الانسان وقدرت تلاقي فيها عجائب اكتر من اللي لقيتها في عالم الحيوان. اسرع واغرب طريقه لتقطيع البطيخ. معانا عم طياره بيتكلم اربع لغات. الشنيور ده ما بيأثرش في جسم دينا. في غلبان شوف مخسي. طبعا فاروق اكتشف الموهبه دي عنده بالصدفه، كان واقف قدام المرايه بيحاول يقلع التيشيرت لقى نفسه بيعمل حاجات غريبه. كلنا بتعمل ايه يا عم خالد؟ بقشر البطيخه. طب ليه قلبتها بس عشان نفهم الناس؟ عايزين بقى بالايطالي. بونا سير اميغو ايطاليانو ميلانو روما توتو. دي لمبة؟ تقطيع البطيخ ده مزاج يعني. لا يا حاج ده كده الصحافة هي اللي بقت مزاج. أنا أول مرة أشوف صحافة على السكين، مش عايز أقول صحافة قرعة، ده الصحفي من مزاجه سايب العالم يقطع في نفسه بره وبيغطي تقطيع البطيخ. طب ليه قلبتها بس عشان نفهم الناس؟ معلش بقى معلش بقى لازم الناس تفهم الحقيقة. لا تكون مفكر نفسك هتقلبني زي البطيخة، لا فوق الصحافة مش هتسيبك إلا لما تكشف الحقيقة. حتى بص الصحفي هو بيسأله وبيزنقه في الكلام. كلنا بتعمل إيه يا عم خالد؟ بتعمل إيه؟ لا مش هتفلت مني يا عم هاني، أنا صحفي مخضرم ومش هسمح لك تتوهني وسط بذر البطيخ اللي إحنا عايشين فيه. أنا نفسي بس أقول للصحفي اللي رايح يغطي البطيخ ده كلمة واحدة بس، حمرا للبطيخة يعني. بونا سير أميغو إيطاليانو ميلانو روما. لا يا حاج لا يا حاج، دي لغة إيسي روما يا حاج مش لغة إيطاليا. يعني الإيطالي مش توتي بس، ما في بيرلو كمان. أصل لو هي سهلة كده فأنا على كده بتكلم أسباني بقى، يعني حتى بص راؤول راموس بيكي فرناندو جددوا لبروفيتش. سي غلبان شوف. لا لا معلش يا حاج استنى بس، أصل أنا دورت كويس ورا اللغة بتاعتك ديت ما لقيتش أي الكلام ده في أي لغة في الدنيا. فدي يا إما تعويذة يا إما لغة حضارة منتهية يا إما بقى أنت كنت بتطلع غازات وبتعمل أي أصوات عشان تلغوش. ايه كميه المواهب دي؟ شنيور ده ما بيأثرش في جسم دينا. ايوه ايوه صح، انا حاولت اشنيرها كذا مره وما عرفتش، ومن هنا اكتشفت موهبتها. كنت بعلق برواز على ظهرها وما عرفتش. واحد هيقول لي طب انا هستفيد ايه من الموهبه ديت؟ قال له لا بقى لا بقى لو سمحت الاستفادات كتير يا اخي، ممكن تحطها وتقطع عليها السلطه بدل الرخامه، تربطها قدام العربيه عشان لو خبطت الاكسدام ما تجرحوش. طب نروح لمواهب تانية؟ لا اصل لسه عالم الانسان ما خلصش، لسه كمان فيها عجائب وغرائب اكتر من كده في الصحافه المصريه، وقدرت الصحافه المصريه ان هي توصل لها. مساء الخير على كل مشاهدي جريده الوطن، ومعانا دلوقتي عبد الله الحلاق هورينا يعني يعني قصات وخلطات جديده علشان خاطر. اهلا بك يا عبد الله. اهلا بك يا استاذ. صباح الفل يا استاذ. معلش بس يعني قبل ما نصور مع بعض هفطر بس وافوق عشان ما حطيتش لقمه في شعري من امبارح. ايه ده ايه الجليتش اللي حصل ده يا جدعان؟ ده كسر البيض على راسه ولا كان في اي استغراب من اي حد، لا من الزبون ولا من الحلاق ولا من المذيعه، وكان دي حاجه بتحصل كاجوال عادي في الدنيا. وبعدين ما كسرهاش في حته وحطها على راسه، لا كسرها على راسه، بيعامل دماغه معامله الطاسه. هو الناس بتقول كده على دماغها احيانا عايز اعمر الطاسه، بس مش حرفيا. صوت وخلطات جديده ووصفات. حضرتك الاول بنحط البيض وبعدين البيكنج باودر ونسيب الشعر شويه بقى لحد ما ينفش. على كده شعر الزبون اصفر مش من الصبغه. ايوه انا الصراحه مش فاهم انت ازاي حلاق وبتكسر بيض على راس الزبون من غير ما تفصل البيض عن الصفار، انت بتعمل ايه يا معلم؟ قول لنا طب انت بتعمل لنا ايه النهارده؟ يعني اشرح لنا الوصفه اللي انت بتعملها دلوقتي. بص هقول لحضرتك على حاجه، هو انا بعمل دلوقتي بيض وزبادي. دلوقتي انت حطيت مايونيز على الزبادي اهو. انا فهمنا كده انت حطيت قد ايه يعني؟ انا حطيت بيض قد ايه؟ حطيت على بيضتين مع الزبديه مع البيضتين على نقطتين شامبو. شامبو؟ ليه بقى؟ ايه اميت الشامبو؟ شامبو؟ ايه الحاجات الغريبه اللي بنحطها على راس الزباين دي؟ لا بجد بقت افكار غريبه بتجيلنا من بره. ما تعمل يا عم بالعسل والطحينه، ولو عايز تثبت الشعر حط كريم شانتيه. انا والله صعبان عليا الراجل اللي قاعد واثق جدا في مقادير الكيكه اللي بتتعمل على شعره. ويا ترى عندك ايه في المنيو تاني؟ عندك بيض بلدي ولا كله بيفرد بالبسطرمه؟ وايه الشيف الشعراوي اللي وقعنا عليه ده؟ يعني الواحد زمان كان بيتضايق لما يطلع له شعرايه من وسط الاكل، دلوقتي هنطلع اكلنا من الشعر؟ ده يا بخت الامل اللي في شعرك الصراحه، بيض ومايونيز وزبادي، اكيد في يوم الفري بتاعهم الحلاق ينزل لهم ببيتزا.
لا والمذيعه واضح ان هي جايه على اكل مش حلاقه. فهمنا كده انت حطيتها ايه؟ معلش عايزين المقادير عشان بعملها في البيت فشعري بيتحرق. بتتعامل مع راس الزبون على انه جريل. يعني انا حاسس ان انا ممكن تخبط عليه في مره تقول له بقول لك ايه ما عندكش زبون راسه كبيره شويه عشان عايز اعمل صينيه مكرونه بالبشاميل. قول لنا طب انت بتعمل لنا ايه النهارده؟ شوف قالت له بتعمل لنا ايه النهارده؟ بتعمل لنا دي خلاص بتتعامل مع الدماغ على انها صينيه كيكه واحتمال تاخد منه حته وهي ماشيه. اشرح لنا الوصفه اللي انت بتعملها دلوقتي. وصفات يعني وصفات. ها خال تبقى داخل تحلق تقول للحلاق بقول لك ايه عايز اخف الملح واعمل لي دقني بالفته. طب هتحلق هنا؟ لا والله تيك اواي. قال احنا محتاجين حد يعمل ريفيو لشعر الزبون مش يسرحه له. بص حضرتك الجناب جوسي شويه اما القصه بقى فكريسبي. انا بس صعبان عليا واحده زي امينه شلبايه تبقى قاعده كده تفتح العنب بالسكينه وبعدين تشوف الصحافه المصريه تلاقي واحد بيعمل كيكه في الشعر. لا 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 مفيش الكلام ده. ادي يا عم الصحافه المصريه ابرزهم واهم احداثها واحد صاحب حمار واحد بيحلب جمل واحد بيقشر بطيخه والتاني بيتكلم ايطالي وحلاق بيطبخ على راس الزبون. لا هي الحاجه الوحيده اللي استفدتها من الفقره ديت انا كده عرفت الحمد لله مكان الحلاق تعتمر امين ورامي رضوان. استنوني اهلا بيكم مره تانية. والله يا جماعه يعني انا مكسوف منكم كل اسبوع كده مش لاقي حاجه اتكلم عنها غير غلاء اسعار تضخم قروض مشاكل تعليم مشاكل صحه مشاكل سيد علي. 40 سنه عمري ما مسكت مليون جنيه. مفيش مره كده ادخل عليكم بكيس جوافه حتى. عارف ان المواضيع ما تجيبش بربع جنيه سعاده بس احنا برنامج ساخر يعني لازم نبسطكم. يعني لو مش هتتفرجوا علينا عشان تضحكوا هتتفرجوا على مين؟ يعني على احمد موسى صدقوا بيضحك اكتر. بس مش مهم يعني المهم ان احنا جايين ننشر السعاده عشان كده انا النهارده جايب لكم بشرة. لا مش الممثله. البشرة اللي معايا فقره لايت كده هتخلي المواطن سعيد اكتر. بشرة عشان اللي مكتر في الشغل يفصل واللي مكتر في الهموم يضحك ويروق. احنا الحلقه ديت هنقول لكم ازاي تتبسطوا في وسط الظروف الصعبه ديت. يلا يا جماعه كل واحد بيدور على الرضا والسعاده ركز معايا كده وسيب لنفسك خالص. هنسيب نفسنا هنطلع الطفل الداخلي اللي بيضحك 300 مره في اليوم او 200 مره. ايه رايكم نسعد مع بعض؟ يلا, يلا بينا نقف. يلا بينا. ها ها هو هو هنعيد وراكي. ها ها هو هو انا هديكي ورده وانا بضحك تستلميها مني وانت بتضحكي يا بضحك. جنبك في الموتوسيكل اتضحك بس مش هنعرف نعمله في السوق عشان ارجوك دي بتضحك قوي. تاني 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 والنبي يا طنط ارجوك. قوم ياض بصور يا بابا اقعد شويه بقول لك قوم. طب اشوف حتى طياره الضحك وامشي. قوم ما تجيش هنا تاني. اوه بقى جيش هنا تاني. سوري يا جماعة أصل الواد ابني ده مجنون سبيس تون وقناة الشمس مفكرة محتوى واحد زي طور الجنة كده وأنا عذره برضو. أرجوك. إيه ده في إيه يا جماعة؟ مين دول؟ هو إحنا عندنا ضيوف؟ أصل حاسس إن أنا فتحت باب الصالون بالغلط ولا ده في التلفزيون فعلا؟ في الموتوسيكل اتضحك بس مش هنعرف نعمله. آه خلي بالك ده محتاج شارع بس خلي بالك بقى إيه البس خوذة لا تموت من الضحك. تخيلي تركبي موتوسيكل الضحك ده وتدخلي بيه على لجنه، عارفه الظابط هيقول لك ايه؟ هي الاصطفه السنه دي اسمها يوجا ولا ايه؟ ايه ده اسمها كده؟ انا كنت عايز اقول ايه يوجا الضحك دي؟ طلع اسمها اصلا؟ لا خلاص زمن اليوجا اللي معتمد على الهدوء والسكينه ده راح. تخيل كده تبقى في جروب يوجا في واحد جنبك عمال يعمل كده. هقول اكيد ملبوس من محمد سعد. وازاي كل الناس دول سمعوا كلامها وقاعدين ينفذوه بمنتهى الجديه؟ ارجوك كفايه بقى الناس رجعت تضحك تاني بس علينا. انا هديكي ورده وانا بضحك. حضرتك مستغربه ليه؟ خديها الاول جربي. هتقولي لي هي فين الورده؟ اقول لك طب يعني هي فين اليوجا؟ خلاص بقى خدي لك نفسين من اليوجا ديت واديها للي جنبك ما تسرحيش. معلش يا مخرج بس هنطلع فاصل عشان الورده طفت ومش لاقيين ولاعه. كل حاجة مريبة حتى البرنامج اسمه نادي النساء السري وبتزعل الهوا. بقول لك ايه انا اول ما سمعتك كنت بتتكلمي عن السعادة كانك قايمة تعملي كوباية شاي وانا مش مستريح لك. هنطلع الطفل الداخلي اللي بيضحك 300 مرة. هو الطفل ايه اللي بيضحك 300 مرة في اليوم ده؟ هو انت بتدوسي على بطنه يضحك؟ ده الاطفال بتملى وقت فراغها بالعياط. 300 مرة ازاي؟ ده لو ضحكت اكتر من دقيقة بطني بتشد عليا.
تخيلت كده حد اتفرج عليهم وحب مثلا يجرب هو رايح الشغل وقاعد بقى في الميكروباص بدل ما يلبس الهيدفون قاعد يضحك. لا لا ما تقلقش، لو الناس اتعصبت عليك والسواق نزلك هتعرف تروح، ما تقلقش عندنا بديل. ومش بس الموتوسيكل الضحك، عندنا العربية الضحكة برضو، انا كل يوم بروح بيها الشغل، كل يوم بدورها كده بص. ثواني سامح، انا بعمل ايه؟ ايه العبث ده؟ ايه العبث ده؟ بقول لكم ايه، لو مزنوقين في افكار تضحك الناس انا هساعدكم. يعني مثلا ايه، ممكن نعمل برنامج صباح الخير يا مصر بايسر ومين ده، ونغير ساعتها بقى اسم البرنامج من صباح الخير يا مصر لصباح الضحكه يا مصر. ولو على الرياضه يا جدعان هاتوا تامر امين ورامي رضوان هما بيلعبوا ملاكمه. اسمعوا مني، الناس دلوقتي بقت بتضحك على حاجات غريبه، المسرحيات والافلام ما بقتش تجيب معاهم، بقى يسرحوا في الدراما. صدقوني كل ده ابرك من تمرين الضحك. بصوا انا هديكم فرصه تانية، بقول لكم ايه، يعني لسه بقول لكم يعني جايب المواطن يفصل ويخفف عنه اعباء الحياه تقوموا تعملوا كده؟ لو عايز تفرح الناس بجد قول لهم ازاي يتعاملوا مع الظروف الاقتصاديه الصعبه بتاعتهم دي. يعني مثلا انا كمواطن جات لي فاتوره غاليه غمتني، اتعامل معاها ازاي؟ مين فينا ما جالوش فاتوره والفاتوره غمته؟ كلنا. ايه رايكم يجي لنا الفاتوره بس الفاتوره دي بتضحكنا؟ ازاي بقى؟ هنمسك الفاتوره هنفتح الفاتوره. انا فعلا ألفين جنيه كهرباء؟ الله، ده أكيد بسبب سد النهضة اللي أنا بنيه على الحوض عندي. هتخلص. أنا أصلا مدرس والأساسي بتاعي ما كملش 2000 جنيه. بص استنى خد دي الفيزا بتاعتي، أنا أصلا راتبي 2000 جنيه، اقبضوا خدوا. سيدي أنا مالي. طب استنى أنا لقيت لك حل، خد الفلوس أهي. صدقني اديها لوزارة الكهرباء، قول لهم خدوا التحصيل اهو. بقول لك ايه؟ ما تخلصنيش عليك، هتخليني امد ايدي عليك، وانا ايدي طرشه وعايز اشوف شغلي. طب كده يا جماعه عرفنا ازاي نضحك على الفواتير، فاضل بس ازاي ندفعها. طب بقول لك ايه؟ سمعت عن الموتوسيكل الضحك لو بقول لك ايه بقى؟ حكايتك معايا بالظبط. ايه ده يا عم، انت هتتخانق معايا ولا ايه؟ استنى بس والنبي اشوفهم بيتعاملوا ازاي في المواقف اللي زي كده، اديني فرصه ثانيه واحده ممكن؟ هي ثانيه. بقول لك ايه، المحصل شكله هيتخانق معايا، بص شكله عامل ازاي. طب ده اتخانق معاه ازاي؟ ايه رايكم نعمل خناقه مع بعض بالضحك؟ ازاي بقى خناقه لما تيجوا ايه الصباع بقى؟ اوكي طلعوا الصباع. اوكي يعني اتخانقوا بالصباع، يلا بينا. لا بقى تعالى بقى عشان انا ايه سكت لك من الصبح، خد هنا. لا تعالى لا. ايه؟ انت بتتنمر عليا ولا؟ بتتنمر عليا؟ طب اصبر بقى، صريخ الضحك اللي جاي ده بقى. انت قد الحركة ديت؟ عسل خير. نعم؟ عسل خير. طب يا جدع انت هو اللي جايب لي فاتورة كهرباء ب 2000 جنيه؟ يا جدع يا جدع تستخدم العنف هديلك فوت بقى. ايه الهبل يا جماعه اللي احنا فيه ده؟ ايوه كده انا عرفت هو ليه اسمه نادي النساء السري، اصل الموضوع ده لو انتشر هنحتاج نطور له لقاح، مش هنعرف نفرق بين الهزار والجد. يعني تخيل كده مثلا في حادثه والاتنين نازلين يتخانقوا مع بعض من عربياتهم. هنفهم مين اللي غلطان ازاي؟ ومين بقى شرطه يجي يكلبش لهم العربيات بتاعتهم ويعمل لهم محضر ضحك في الطريق العام؟ او مثلا مجلس النواب، افرض في مشروع قانون مش عاجب الاعضاء، يعني واحد زي مصطفى بكري صبعه لوحده قد كده بقى. هيجيب سيرخ ضحك. ده انا كنت بقول في اول الفقره يعني نجرب التمارين بتاعتهم، دلوقتي مش هقدر حتى خاطر بنفسي. طب في حد جرب نصايح نادي النساء السري ده؟ يعني سمع نصايحهم عمل بكلامهم مثلا؟ يقول لنا مثلا هل حالته النفسيه اتحسنت ولا لا؟ عينا على التليفون ريهام. يا ريهام ازاي؟ انا بس مبدئيا عايز اقول لكم على حاجه، تاتشينكو ده اوفر. انا بسببكم تاتشينكو ان انتوا بتسلسلوا الستات ده اوفر. لما اتفرجت عليكم مره واثنين وثلاثه وقعدت تشيحي انا اتشنقت مع جوزي وطلقني بسبب الكلام اللي انا سمعته وقعدت اتسشن بيه.
ما تقلبي يا ايمان، عايزه تطبقي يا ايمان، ما تجيبيهاش فينا احنا يا حبايبي. ان انت تاخدي الكلام وتطبقيه بشكل غلط، ما تفرجيش علينا، ما عندكيش شغل ولا ايه؟ تفرجي علينا ليه؟ وتعبتي نفسك اتصلتي. الزن 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 الزن. ده انت اسمعيني يا صوتك، غيري من نفسك وشوفي فين مشكلتك. ما تقلبي يا ريهام، ما انت عندك مليون قناه. من كل وارجعي لجوزك، ما تفرجيش علينا. ريهام انت كان لازم تتطلقي. الضحك ده لا، انا بضحك على حاجه تانية، بضحك على النقله من سيدات مجتمع ويوجا ضحك واو ماي جاد وبرستيج وكده. لا يا اختي، ما تقلبي يا ايمان، كنا ضربناك على ايدك يا اختي ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، ما تفرجيش علينا. صفرة، احلى مسا عليك يا صفرة يا اللي شغله بالك بيا. مش هعمل برضه اللي في دماغك، هخليكي تموتي بحسرتك. تعشر بيبس. وبعدين يا ارهام، يعني احنا نادي النساء السري، يعني تاخدي الكلام في سرك وتسكتي. وعنوان الحلقه ازاي تتعاملي مع الستات الاوفر، ركزي في الحلقه عشان تتعرفي تتعاملي معانا يا جماعه. يعني الواحد سكت على الاعلام السياسي عشان كده كده اصلا المواطن مش فارق معاه كل الكلام والمسكنات اللي بتتقال، لكن نسيب اي حد كده مش مختص يطلع يتكلم في حاجات حساسه زي الجواز؟ فاحنا كده دلوقتي مش محتاجين نسال ليه معدلات الطلاق بتزيد، احنا محتاجين نسال سؤال واحد بس. يا صفرة. سلام. اهلا بكم مره تانيه. اوقات كتير كده نكون مجهزين فقرات معينه وخلاص داخلين على التصوير، يحصل حدث معين خارج عن ارادتنا، نلغي كل اللي عملناه ونرميه في الزباله. انا الفقره ديت صراحه ما عنديش اي ماتيريال، فمعلش يعني اقف جنب اخوكم في محنته، عشان كده هاخد غطسه كده في الريسايكل اشوف ايه الفيديوهات اللي كانت عندي زمان ورميتها واشتغلها من اول وجديد، فمعلش استحملونا يعني. ايوه صح، في بواقي فقره السودان اهي، تعالوا نفتحها كده نشوف. شوف نشوف يا حمدتي، يا حمدتي ما تفرضنيش بقى، انا هفتح الفولدر مش هفتح دماغك يعني. وبعدين يا اخي حتى لو هفتح دماغك ايه المشكله؟ بلاش السودان، بلاش. يا عم لغيناها خالص. فولدر لبنان اهو، خش على لبنان. سوري يا جماعه انا اسف، معلش بعتذر، دخلت فولدر سيشل من غير ما اقصد. مش انا قلت قبل كده يا جماعه فقرات سيشل دي نعملها هيدن؟ ما بتسمعوش الكلام ليه؟ بس اهي لقيتها خلاص يا جماعه، ريسايكل اهيت. ايوه انا فاكر الفولدر ده، كان بواقي كده فقره كنا عملناها عن تناقض السياسيين في الوطن العربي، خدنا منها كام فيديو كده ورمينا الباقي في الزباله. مش فاكر رميناه ليه، بس يعني نفتحه كده يمكن نلاقي حاجه كويسه. الريحه الوحشه دي فيديوهات معفنه دي ولا ايه؟ يا ساتر يا رب، دي نفس الريحه اللي بشمها وانا ماشي تحت كوبري اكتوبر في مصر. معلش جايز الفيديوهات عفنت شويه، تعالوا كده نفتح اول فيديو نشوف فيه ايه. هي مؤامرة داخلية. بتصير حرب بين دولة أبو جهل وتركيا، أنا سأقاتل في الجيش تبع أبو جهل، أبو جهل أقرب لي من الأتراك. ما لي خلق يعني أتكلم عن أردوغان، أنا هذا عارفه، هذا بياع غراب. الأتراك ما بيفهموا سياسة، ما بيعرفوا سياسة، ما بيعرفوا شيء، ليسوا بمستوانا. التركي حلاق أو بياع شاورما. قبل تتحرش بالبلاد العربية يعرف حجمك، تلحس بعضك. صفحة تطوى وأخرى تفتح. وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للعاصمة أنقرة بعد سنوات من التوتر بين البلدين على خلفية ملفات عدة. السياسي الناجح هو الذي يقلص كمية العداوات مع الآخرين. أردوغان زعيم شعبي وله كاريزما قوي. دولة كبيرة تركيا ومهمة ومؤثرة. ايوه افتكرت الريحه دي جايه منين، طلعت ريحه فيديوهات يوسف علونا. بقول لك ايه علونا، خد البس دول يعني يمكن الريحه تخف شويه لو حطيتهم على ودانك. هو انت لسه زي ما انت برضو علونا، بتغير افكارك وقناعاتك اكتر ما بتغير ملابسك الداخليه يا علونا. ده الكرسي ما استحملش طقسك المفاجئ ووقع. الكرسي اتخض من تغير ارائك بسرعه دي. يعني اردوغان من بياع شاورما الكاريزما،
طب حتى يعني لو ناوي تين حد ما تبقاش عنصري كده وتقول عليه بياع شاورما. هو في احلى من بياع الشاورما يا راجل؟ ده بياع الشاورما بيقدم خدمه للانسانيه والله العظيم ما تحلم بيها. ده في ناس دلوقتي من عظمه الشاورما استخدمتها كعمله. الجامعه السوريه اللي هو بص التشريف يعني حصل مش شاورما. بعدين معلش يعني يا علونا انت بتعمل ايه بقى؟ يعني لو صحينا الصبح ما فيش يوسف علونا هيحصل ايه غير ان في ناس هتموت محصوره. وعشان تين حد تقول عليه حلاق؟ انا عارف ان انت متضايق من الحلاقين اللي تحت شعرك ده اكيد مش راس. ايه ده انا نسيت يا جماعه انا بكلم يوسف علونا عن العنصريه. عنصريه ايه اللي احاول افهمها لهم؟ ده جايب ازازه ميه موصله بالمايك عشان يفلتر الكلام العنصري اللي بيطلع منه. ارمي الازازه دي يا علونا، هات لك فلتر ست مراحل اقل حاجه عشان يسد معاك. قبل الزياره اردوغان كان بياع اغراض ها؟ حلاق او بياع شاورما. لكن بعد الزياره بقى ايه؟ وله كاريزما. كاريزما بس؟ والله العظيم لو عندي بنت اجوزها له. جنتلمان كده في نفسه يا جدعان، وحتى لو بياع شاورما ده بيلف سندوتش الشاورما كده بالشيكه كده، بصوا شاورماجي اه بس سندوتش الشاورما بتاعه ما فيهوش طوميه، في كاريزما. يا ده انت طلعت بتحب اردوغان قوي بقى. تصير حرب بين دوله ابو جهل وتركيا، انا ساقاتل في الجيش تبع ابو جهل. وانت طبعا اي جهل دايس فيه علونا ها. بعدين انت فاكر اصلا ان ابو جهل هيرضى ان انت تحارب معاه؟ ده والله يسقط من نظري لو عملها. هنقله من مزبله التاريخ لمبوله التاريخ. اه علونا اي جهل معاه طبعا. وعارفين طبعا نوع الطائر المفضل لعلونا الجهلول، والنادي الرياضي المفضل ليه وادي جهله. دي وحشه دي وحشه، انا اسف يا جماعه. وبعدين ايه الصوره دي يا علونا؟ يعني انت عديت مرحله اللي بيحط صورته خلفيه موبايل وبقيت تحطه دهن في شقتك؟ اكيد الصوره دي يا علونا بتعكس الجمال الداخلي اللي جواك صح؟ وبعدين انا ليه حاسس ان انا شفتها قبل كده؟ لا يا اعداد يا اعداد مش عايز اي فيديوهات لعلونا تاني. تعال نشوف فيديو تاني يا جماعة في الريسايكل ده. تطبيع؟ تعالوا نفتح التطبيع كده. أنا من أنصار السلام والتعايش والتعاون والمفاوضات وبناء العلاقات وبناء الجسور، ومن الذين يدعون إلى التطبيع مع إسرائيل. هو التطبيع على فكرة بلغة الفلاحين أنت تطبع حماراً. يعني لو الله الآن بده يقارن مين أحسن، اليهود ولا الفلسطينيين؟ أقسم بالله اليهود أحسن منا. خسر العرب دائما وكسبت إسرائيل. الحمارة تولد قر، وبعدين هذا القر بيرضع وبيأكل وبتربيه أمه، فبصير جحش. لما بيجي وقت استخدام هذا الجحش يقول لك خذ هالجحش طبعه. فالتطبيع هو شيء من التكييف، التكييف علاقة، وبالتالي الأمور جيدة، الأمور مطمئنة. يا جماعة اللابتوب هيتحرق من فيديوهات علونا، مش هيستحمل الميه دي كلها. الحمارة بتولد قر بصير جحش يقول لك خذ هالجحش طبعه. لا يا علونا ما تقولش على المطبعين كده، عيب. الناس تقول عليك ايه؟ لو الله بده يقارن مين احسن، اقسم بالله اليهود احسن منا. والله الفلسطينيين كلهم كانوا حاطين ايدهم على قلبهم وعلى مناخيرهم برضه. لا تكون انت مع القضيه الفلسطينيه اصلا، يعني انت ما شاء الله عليك طاهر قوي ومنك لربنا على طول، وعارف ربنا هيختار مين، ولا انت ولي من اولياء الله الصالحين؟ طب هتعمل المقام فين يا علونا؟ تحت كوبري اكتوبر اكيد، عشان الناس كلها تجيلك بقى تمس عليك. ثواني كده، انت ايه اللي بتشربه ده؟ ده مكثف، ده حاجه زي شربات في تراك كده، بس مش في تراك بقى، ده في حته تانية خالص. خسر العرب وكسبت اسرائيل. ما هي اسرائيل بتكسب عشان بتلاقي مواطنين علونا كتير اتفطموا وطبعوا. يعني انا ممكن انصحك واقول لك عيب يا علونا يا اخي، ده اخواتك، الدم عمره ما يبقى ميه، لكن حتى الدم هتعمله ميه وتشربه عادي. ميه برضه؟ ما ده مش عيب عمال تشكر في اسرائيل ومشغل وراك الطواف؟ طب غيرها يا اخي عشان تليق. انا برضو يا جماعه انا مش فاهم، ورا بنصح في مين؟ ده علونا يا جماعه، ده انا استغرب لو ما طبعش مع اسرائيل. خلاص بقى يا اعداد بقى بطلوا سخافه بجد. بص انا هخرج خالص من الفولدر ده، ثواني كده هخرج خالص من الفولدر ده وشوف اي فيديو تاني اشغله. ايوه لقيت فولدر اهو، هو لون اصفر ليه يا شباب؟ اكيد بيتكلم عن سعر الليمون صح؟ عن سعر الليمون. اشغله؟ على مسؤوليتك. ماشي اما اشوف. اولى بالسودان ان ينظروا الى مصر. انا اؤيد الحوار مع الشيوعيين السودانيين، اؤيد. هذه هي الطريقه الوحيده للحوار مع السجن، ومو انتم تبنوا السجن، هم يبنوا السجن. كل المتظاهرين اللي بالشوارع بالسودان خذوهم بالسجن، طابوك يعملوا طابوك من الطين وصفطوه فوق بعضه، انتم بس جيبوا القضبان الحديد، خلص سقف اسقف حط الباب
ادخل جواه سكر الباب وخليهم ياكلوا بعض، خليهم ياكلوا بعض. السودان يحتاج الى دكتاتور فقط، لانه ذول مش بس خاطئين، ذول متخلفين عقليا. نسح ثلاث، لا ابوكم لا ابو اللي جابكم واحد يقول للثاني يكفي هذا يكفي هذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا شباب يا شباب، هو كلها كده فيديوهات علونا ولا ايه؟ اللابتوب ملح خلاص، ده انا سامع صوت حصوات في سيد روم. كفايه علونا بقى بجد، كفايه علونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ايه بقى يا علونا؟ ده انتوا المفروض تقوموا تتوضوا بعد كل الشتيمه دي. ده انا اللي كان مهون عليا اسمع الشتايم ديت هي بشاشه الشيخ اللي قاعد جنب علونا وهو بيشتم. يا شيخ شفتوا البشاشه اللي هو؟ لا يا شيخ انت تعرف الفيفي عبده في حاجه؟ دي مذكوره في القران يا بجد. لا لا بجد، هتقول الشيخ كده تاني؟ بجد يا شيخ انت عملت ايه في حياتك وحش عشان تبقى في يوم من الايام قاعد جنب علونا؟ لا بجد القعده كان ناقصه باين لوح رخام باين. انت يا شيخ يعني باللي انت عامله في نفسك ده انت كانك قاعد جنب علونا. تخيل عصرت مخي علونا مش لاقي لك مثيل. انا خايف على الراجل ده والله، شايل هم لو علونا عطش هيجي لك جفاف. ابعد المايك عن بقك، ابعد المايك عن بقك، محدش عارف المايك ده كان فين. واحد كده بتسمع كل اللي علونا بيقوله، فكرتش مره كده تعترض؟ السودان يحتاج الى دكتاتور. هم عندهم دلوقتي، بس عندهم مش يعني بص، هم عندهم الدكتة، محتاجينك انت بقى تكمل لهم الناقص. ومو انتوا تبنوا السجن، هم يبنوا السجن. انا عايز كل مسجون يبني نفسه بنفسه، يبقى مسجون عصامي كده، يبني السجن اللي هيقعد فيه ويقبض كده على نفسه ويحاكم نفسه ويدي لنفسه 25 سنه سجن. وانا متبرع انا والشيخ السمح اللي جنبي ده نروح نبني بنفسنا السجون دي عشان يكتب لنا سيئه جاريه. الله عليك يا شيخ. هو انتوا بس جيبوا القضبان الحديد؟ لا لا لا، لحد هنا وستوب. او نشغل المتصهرين في مصانع الحديد والصلب ويعملوا هم القضبان الحديد بقى وانت تيجي تعاي. لا ما شاء الله. وعارف الهندسه المعماريه للسجن؟ انا ايه اللي دخلني الثقب ده يا جدعان؟ انتوا ليه دخلتوني في الثقب ده؟ وايه اللي وداني السودان مع علونا؟ انا خايف امشي مع علونا مش عارف هيوديني بلد ايه تاني. اليمنيين سيظلون متقاتلين حتى اخر واحد الذي يقف ويسأل الله برحمة يطلعه من الجنة. فربنا بيضحك أو بيقول له أنت بتضحك علي؟ قال له لا، بس أنا بدي أروح على هذه الشجرة. فبيطلعوا على الشجرة، بعدين بيقول له يا ربي أنت يعني ضبطني شوي. يومها شايف ذاك اليوم، يوم هذا الرجال يدخل على الجنة، اليمن سيستمر بالقتال بين اليمني واليمني، ما في حل، لا يوجد حل باليمن. وأنا لا أدعو للانفصال الجنوب وقيام دولة الجنوب، لا، كل مدينة باليمن تنفصل تعمل دولة لحالها. الحديدة اعملوا دولة لحالكم، اكتب جمهورية الحديدة الشعبية الاشتراكية، وبعدين اشتروا دبابات وقصفوا تعز عادي، دبروا بعض، اسحقوا بعض سحق. أنا عايز جثث كده في كل مكان. الله، بعشق المنظر ده، بتغذى عليه. لا مش بتغذى على ده، وبتغذى على حاجه تانية. وانا لا ادعو للانفصال. استغفر الله العظيم يا رب، انتوا تعرفوا عني كده؟ انا طالب بهدنه او واقف حرب عشان ارواح الناس؟ ده انا لما بلاقي شبشب معدول بقلبه. انا اللي وزيت سكار يقتل مفاسا. عارفين ماذا قال يوليوس قيصر عندما طعنوه بالخنجر؟ قال اه حتى انت يا علونا. بعدين بيقول له يا ربي انت ظبطني شوي. بتقول ايه؟ ده الحمد لله ان انت مش خطيب جمعه. كان زمانك مثلا بتشرح قصه ابراء الحبشي كده، اللي هو دخل ابراهام راكب الفيل الفور باي فور وقال لقريش عدوني شويه كده ظبطني شويه. جه بقى الابابيل بيردس وبداوا يرموا حجاره مولعه نار، وعارف بقى لو كل الطيور الابابيل دي حدفت الحجاره اللي مولعه نار ديت اليمن مش هتبطل قتال في بعض. او مثلا بتحكي قصه المسيخ الدجال. بصوا هيجي واحد في اخر الزمان لابس نظاره كده وبيعمل معجزات، واللي هيصدقه هيروحه ويقول له ظبطني شويه، ولو كل الناس صدقوه برضه اليمن مش هتبطل حرب. ايه ده؟ انا ايه اللي وداني؟ انا تعبت بجد من علونا يا جماعه، مش عارف ايه اللي خلاني اطلع فيديوهاته اصلا من سلك المهملات. انا غلطان. بصوا انا هحاول احذف كل ولا لسه احذف الفيديوهات؟ بقول لك ايه، انا احذف الجهاز كله عشان ارتاح منك. تعالى يا علونا وادي. لا 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 اوعى يا عم علونا، لا حتى الزباله مش قبلك يا علونا. استنونا الحلقه الجايه من جو شو.